غناوي وحكاوي، رحلة النغم والطرب وأجمل الألحان على شاشة قناة الشروق عبر سهرتنا الإسبوعية. اليوم سهرتنا في رحاب مدينة طابط، مدينة الفن والإبداع، وقبل مدينة الذكر والتسبيح والتحليق في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم عبر الحمامات البيض. لما نتكلم عن طابط بنتكلم بالضرورة عن تكاتف وتناغم وحياة مختلفة تماما موجودة في مدينة طابط. وأيضا كل ما ذكرت طابط لابد أنه نحن نذكر الفنان المقيم الراحل أحمد الطيب خلف الله، اللي دايما هو بيقدم السهل الممتنع عبر مسيرة ممتدة لعدد من السنوات قدم فيها جميل ورصين الأغنيات السودانية بصحبة ابنه الفنان عماد أحمد الطيب صاحب الصوت الأكثر من مميز. وأثبت يا عماد أنه فعلا الفن يورث. يعني مرحبا بك. الله يخليك، تسلمي، شكرا لك وشكرا على المقدمة الجميلة. وأنا أحيي كل أهلنا في طابت وفي خارج طابت، يعني نقول لهم إن شاء الله سهرة تعيد لكم سنوات الألقاء والذكريات الجميلة اللي عشتوها في طابت. نعم، برضو كمان بنرحب بالأستاذ والشاعر اللي كان قريب جدا من الراحل وربطته به علاقة أسرية وأيضا علاقة فنية من خلال عدد من الأغنيات اللي أداها له، الأستاذ عبد الباسط عبد العزيز. مرحبا بك. مرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا على استضافتي في هذه الحلقة المهمة جدا جدا في تاريخنا، تاريخ طابت. والحقيقة أشكركم، أشكر قناة الشروق على هذا اللقاء الذي أتمنى أن أكون أهله، وأتمنى أيضا أن أوفي ذلك الراحل المقيم الأخ الفنان أحمد الطيب خلف الله حقه مما قدم وظل يقدم حتى وفته المنية آنذاك. نعم، له الرحمة، له الرحمة إن شاء الله، أو البركة في أولاده إن شاء الله. أيضا استمعكم عذرا لو سمحتوا لي اتفضل. بتقديم التحيات والسلام للأهل جميعا بطابت، وهذه طبعا فرصة عظيمة جدا أن طلينا عليكم من شاشة التلفزيون من خلال القناة العملاقة على قناة الشروق. والشروق بمناسبة هي تقريبا والله أعلم هي الأكثر انتشارا يعني والأكثر عشقا عند الناس. أنا بأكد لك معلومتك دي. خلاص، شكرا جزيلا. الله يخليك. نحن بنحيي على العموم كل إنسان طابت، وإنسان طابت موجود في كل المفاصل الفنية والكروية والإبداعية المختلفة. نبدأ بك الفنان عماد، ولما نتكلم عن طابت نحن دارين نرجع للنزعة الدينية الصوفية اللي كانت بدايات الراحل أحمد الطيب. نعم، مدينة طابت عبد المحمود أو طابت الشيخ عبد المحمود مؤسسة طبعا حفيد الشيخ أحمد الطيب الشيخ البشير، هو الشيخ عبد المحمود نور الدايم، وهي يعني أول من جاء عمل المسيد وعمل التكية والخلاوي وكذا، و يعني أولاده وأحفاده كلهم يعني من الحفظة والمريدين ومن كتابة، هم كلهم أدباء وعلماء وأثروا تأثيرا كبيرا جدا في المنطقة، في كل منطقة طابت وما حولها يعني. نعم. بالتأكيد المسيد أثر في أي زول في طابت، كان نشأة صوفية يعني، ومشيخة السجادة السمانية يعني هي أثرت في كل الناس، وبالتالي يعني من هؤلاء من أحفاد أو أبناء الشيخ عبد المحمود الشيخ هاشم، الشيخ هاشم الشيخ عبد المحمود، وحفيده الشيخ الطيب السماني الأستاذ الطيب السماني، وهم ديل الشعراء الغنالون أحمد الطيب وتأثر معهم يعني ونشأ معهم أحمد الطيب. طبعا برضو عنده جانب كان في المدايح النبوية مع الشيخ هاشم الشيخ عبد المحمود والشيخ الطيب والشيخ السماني، يعني هذه النزعة أثرت كثير جدا جدا. حتى في واحد علق تعليق جميل جدا قال لي والله أنا استغربت أنتم ما عارفين غناكم ده مديح ولا غنى يعني لأنه كان فيه حركة، ممكن كده يقبل كده ويقبل كده يعني، أو ممكن يكون هو مديح في شغل شكلي غزلي غناء يعني، ممكن تسمعي الأغنية هي ما تكون مكتوبة يعني فتاة يعني
يعني حتى الشيخ عبد المحمود عنده التورية دي كثير السادة الصوفية عندهم الكلام ده يعني. يعني في النهاية بقول ربوبة ربوبة يعني حتى لا تحسبن يعني هذه من بنات التركي أهواها يعني. أقول لك ناس ليلة جن بعد الليل ما جن ناس ليلة جني. أيوة. ناس ليلة دي ركعتين الصبح يعني صح. ما ليلة وأخواتها يعني. فالرمز أيوة. كثير يعني بيرمزوا لل وهذا الأدب الصوفي يعني. يعني مساحة الصوفي مع الفنان بالمناسبة يعني يعني سامي جدا الاثنين باسمه بالروح يعني. أقول لك السير بالأرواح لا بالأبدان. أيوة. يعني طيب لطالما نحن في طابت وفي نفس الأجواء الصوفية حنين طابت حيسوقنا مباشرة لنفس الأجواء اللي أنت تكلمت عنها تكون هي ضربة البداية واستهلالية لحلقتنا اليوم من غناوي وحكاوي. نسمع حنين طابت طبعا شاعرة أستاذنا عبد الباسط عبد العزيز هي من كلماته وألحانه وهو ممكن يشتك فيها أكثر يعني. حنسمع تعليقه على بعد ما نسمعه. طيب اتفضل.
لاهم للي أصل طويل. أنا والفجر في دربي فهاني شكرا عماد وشكرا للفرقة الموسيقية المصاحبة. نرجع لك يا أستاذ عبد الباسط. نعم. وحنين طابت نحن بنلاحظ فيها الولاء لطابت مسقط الرأس وفيها تفاصيل كثيرة قبل اللي تكلمنا عنها مربوطة بالحياة اليومية لإنسان طابت. صحيح. شكرا أستاذة. والله حنين طابت طبعا هي أنا طبعا سئلت كثيرا جدا عن حنين طابت ومناسبتها شنو وهل هذا الحنين هو في طابت؟ هل عشقت في طابت؟ ما الذي دعاك تكتبها؟ وحين أجبت كانت هي الإجابة الصحيحة أن زميلا لي معلما سابقا طبعا قد يعني وافاه العشق في طابت، لا أقول وفاة الولية، وافاه العشق في طابت فعشق فعفى وما أخبر. الحب أقدار يعني. نعم. سبحان الله ما أخبر إلا 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 أنا أشوفته صارت لي الدواء. وفعلا كتبت هذه القصيدة ومن مستوحيها من قصة هذا بلسان حاله فقط، ليس لي غير توصيل الرسالة للناس. أما اللحن فسبحان الله أنا ما كنت أعرف من فيما بعد يا أستاذة سألوني قالوا لي يا أخي اللحن أنت ما عارف شنو؟ قلت لي تمتم، قلت أنا ما أعرف تمتم ولا عندي تفاصيل فنية عن المسألة يعني. أيوة الجمل الموسيقية. لحنته، جبت الطربيز دقيت دقيت لحنت اللحن ده وطلعته وقال لي خذ لحن تمتم ولحن جميل جدا. أنا صراحة ما أعرف جميل وين، لكن كنت عندي ملك صغيرون زي ذي بتاعت لحن. هذه قصة حنين. أنت لما بتلحن فيها بالطربيزة دي وبالطريقة العفوية التلقائية المربوطة بالذخيرة بتاعت البيئة، نعم، كان في بالك الراحل أحمد الطيب ولا هي عشان أنتوا يعني عندكم قرابة مع بعض وساكنين في نفس الفريق أو الحلة أديت له؟ طبعا نحن بالنسبة لنا أحمد طيب هو يعني يمكن تسابقني بجيل كامل وكنا نخشاو يعني ما بنجي مباشرة. أحمد طيب مثلا لما يأخذ مني حنيني مباشرة، غير أن الأغنية كانت عندنا في طابت أيوة ترتحل مثل طيف يغشى المسافات، يعني أي إنسان بيغني في طابت وطابت ما أكثر المغنين فيها والأدباء والشعراء وكذا بتشيع الأغنية تعجب فنان. أحمد الله يرحمه كان إنسان يمتاز بالذكاء، ذكي جدا جدا وحفاظ بسرعة ما عادية يعني. فأخذ حنيني دي من السقاري، هي فرقة تانية أخرى أيوة كانت مواكباه في نفس الظرف يعني. أنا مديت له مباشرة بالمناسبة شالة. وحين زي ما قال الأخ عبد الأخ عماد أحمد عبد اللطيف سعيد البروف عبد اللطيف سعيد كما ذكر لك، نعم، أن أحمد إذا أخذ أغنية من الساحة بيستعمرها، يعني بمعنى إنه لن يستطيع أحد تاني أن شنو ينافسه في طريقة فيه الأداء. نحن حنجي نتكلم عن طريقة الأداء والمهارات اللي موجودة عنده. نعم. الوقت ذاك طبعا ما في ملكية فكرية عشان كده الناس بتشيل الغنى سياسي ما يقدر يعمل كده. كده. نعم. نعم. طيب أستاذ عماد برضو نتكلم عن حاجة مهمة اللي هو طريقة البدايات كانت بالأناشيد في المدرسة والمدايح في الخلوة، لكن كان معاها الصفارة برضو.
اي طبعا هو من بدري جدا طبعا يعني تفتحت يعني موهبه لديه من بدري جدا مبكرا مبكرا جدا يعني. فالصفاره دي كان بيعزف على صفاره وبيلحن اناشيد في المدرسه الاوليه الكتاب يعني زي ما كانوا يسموه. و يعني برضه التحق بفرقه الكشافه لما شافوا يعني دول عنده مواهب كده. الوقت ده كان نشاط الكشفي كان موجود في المدارس. ايوه نعم نعم فكان في النشاط الكشفي وانضم للكشافه لحد ما يعني خلص من المرحله الاوليه وجاهم درمان في معهد عبد المنعم. ومن معهد عبد المنعم طوالي اشتغل في شركه اسمها فايسون بيس كنترول. ايوه فايسون بيس كنترول اتعين في الحصحيصه اللي هي قريب لطابه وبدا يعزف على العود. يعني غنى العود غنى لابراهيم عواض وكذا وغنى يعني كان وتاثر بهم يعني في الفتره دي. طبعا الشركه كان عندهم يعني كان عندها فروع في مدني وفي الدويم وفي الكوستي وكذا لان هي شركه رش للمبيدات الحشريه. فيتنقل لحد الدوام يعني. الحته في الدوام دي كانت في اخر الخمسينات يعني الكلام ده من 57 لحد 62 كذا يعني بالخمسه اثنين دي. منها يوم درمان 63 الاذاعه. نعم 63 كان تسجيل اول اغنيه في الاذاعه. نعم. الجديه الساكنه حينا. الجديه الساكنه حينا نسمعها طيب وبعد ذاك نرجع نكمل. الجديه الساكنه حينا من كلمات الاستاذ الطيب السماني. نسمع. Thank you.
شكرا عماد. ونحن بنلاحظ انه الاصوات فيه تطريب عالي، خصوصا انه الاغنيات حتى لو كانت للراحله المقيمه الوالد هي صعبه جدا، وفيها الحركه اللي هي دي واحده من المهارات اللي بتميزه. حنرجع ونتكلم في غناوي وحكاوي عن مسيره الراحل احمد الطيب خلف الله بعد الفاصل، كرما خليكم معنا. مرحبا بكم من جديد مشاهدي شاشة قناة الشروق عبر غناوي وحكاوي. مرحبا بك مرة ثانية الفنان عماد أحمد الطيب وأستاذنا الشاعر عبد الباسط عبد العزيز. نحن نتكلم في حاجة مهمة جدا بعد ما سمعنا الأغنية قبل الفاصل، دخول الإذاعة، خصوصا أن الوقت ذاك الوسط الفني كان فيه عدد من الفنانين، وكان الدخول أصلا للإذاعة والتسجيل صعب جدا يا أستاذ عبد الباسط. نعم كان يعني صعب جدا جدا، ولكن التقى به بعد ما سجل الجدية الأستاذ صالحين. أيوة. الله يرحمه، الله يرحمه جميعا. وصالحين أعجب جدا بصوت أحمد طيب طبعا، وشبهه بصوت الراحل البلبل السودان إبراهيم عبد الجليل، ومن ثم اختار أغنيتين منطقة طابت كلها عارفة الموضوع ده، فرحانة به واحتفلت به. أيوة. أنه أحمد طيب غنى يغني شويدن، ضاع صبري والشويدن. ايوه ضاع صبري والشويدن، ورجع بين واشتهر غنائين فتره من الزمن بإجادة سبحان الله، قالوا فيه يعني طرائف حصلت. نسمع طيب. نسمع. جاء اسناف بيغني في حفل من دلمان، في رجل سمع الشويدن دي من احمد طيب. ايوه لانه صوت سبحان الله ما بيتكرر.
سمع يا قال دخل على الحفلة ومسك أحمد طيب وهز فيه وقال لي والله أنا قلت بريناب زي يلدي حية تاني قام جاء. إيه طبعاً أنا حكى من جمال الصوت حكى لي اتفضل يعني. يعني فكان بغني في المورد يعني وبعدين واحد فعلاً لما غنى زول كان نايم في بيته ونسمع الصوت جاء فقال لي جاء خنقني خنقة شديدة جداً. أيوة فخنقني وقعد يعني ويبرط يعني كده تقول في كلام كثير كده يعني ساءات هاي نعم. انت جيت من وين؟ قال لي انا ابراهيم دفنته بيدي. انت جيتنا من وين ابراهيم ده انا دفنته بيدي انت جيتنا من وين؟ فطبعا الواحد يعني بعد ذاك قال بعد الحفله يعني قال لي انا ثاني ما فرق يعني الفريق ده اسمه فريق ريده يعني ثاني من درمان ما يعني اي حفله يعني يمكن من الحاجات الطريفه برضه فريق ريده ده وكان الوقت ذاك يعني لسه ما اشتهر فكان عنده تاكسي بس يعني سايق التاكسي شغال درايفر على التاكسي يعني فكان مجموعة موظفين كذا بيمشوا معاه الصباح يعني بيمشوا يوصلوا الصباح فقال له عندهم مناسبة بتاع الزواج فقام مامون بتاع القاعدة مامون قال لهم قالوا له والله يا اخي داري لنا فنان يغني لنا الليلة قال لهم جدا مامون كان عارف احمد طيب ساكن جار يعني فقال لهم جدا بجيب لكم فنان فكلم ابوي جاب احمد طيب جاء يغني لهم فبالليل لما سمعوا الناس اللي بيركبوا معاه بذاتهم بيوصلهم مندهشين اندهاشه شديده جدا اقول ده الزول اللي بيوصلنا الفنان يا هو فالحفله ديك بقت سبع حفلات يعني سبع ايام متتاليه يعني منها ثاني خلاص بقى اي حفله كان الانتشار احمد الطيب لما يغني في حته أكيد إنه تاني ما يعني ما في إلا يكون ما فيش حتى يكون مطلوب في حتة تانية يعني يستحيل يكون تاني يجيبوا غيره يعني فكان أحمد طيب كان يعني مرغوب مطلوب محبوب لبشاته وبساطته لحاجات كثيرة جدا طبعا ما غنى يعني ما غنى بقروش يعني أصلا يعني كان بيغني يعني يمكن من الدروس الأولى لي أنا قال لي أطرب نفسك عشان تطرب الآخرين هذا درس قوي جدا حس بالغنى قبل ما يعني كان بيطرب نفسه بغني لنفسه يعني نحن دايرين نغني للسادة المشاهدين طيب نعم. فنان عماد ما نغني لنفسنا عشان ما تكون فيها نوع من انواع الانانيه نسمع شنو طيب نحن ممكن نغني دار كوس الهوى فيك مريح
اتحمل لي فوق ما استطيع الا انا الشوق صارت لي دواء البدر التمام إلا أنا الشوق يا حليل صفاك والإنسيان حليل صفاك والإنسيان حليل صفاك والإنسيان وي مقتول هواك أنا بانتظام إلا أنا الشوق صارت لي دواء لا ركوش الهوى العاشقين كل صادي منهم ارتوى وصف محاسنك ووصفات وصف محاسنك ووصفات بهديها من روحك صفاء شوفتو يا شوفتو
شكرا الفنان عماد. نرجع مره ثانيه ونكمل حوارنا مع استاذنا عبد الباسط. كوس الهوى دي اغنيه يعني فيها ناصيه الابداع كما العهد بيك وبقصايدك يعني. فدارين نتكلم برضو عن شكل التعامل اللي جمع بينك، خصوصا انه انت ما اول شاعر، يعني اول شاعر كان شيخ هاشم زي ما تكلمنا في بدايه الحلقه. نعم فعلا كان اول من كتب لاحمد طيب هو شيخ هاشم الشيخ عبد المحمود، وكان رجل عالم ورجل ما شاء الله ملحن ومتمكن، فاعطى اداه اغنيه من العيون واغنيه جميل غايب بديع رسمك. يا اخي كلمني قل لي ما اسمك، ربي زاد قسمك معطر دون عطر جسمك، تتوق الشمس ليل اسمك وتطرب او نطرب ان ذكر اسمك. يا سلام، دي من كلمات الشيخ هاشم طبعا، وغناها الاستاذ غنى ممتاز ممتاز استاذ احمد طيب. نعم في مداخله بسيطه لو سمحت لي ونرجع للموضوع. لما احمد طيب جاء وصل الخرطوم درمان وسجل، كان صالحين قال كلام جميل جدا كلمني به والاخ بشير عمر الكتم. قال شنو؟ قال اذا جانا احمد الريح، الاستاذ احمد الريح من شرق النيل بتايه الخصل، ها غجانا احمد طيب من قلب الجزيره من طابت بسمح الخصال ساحر المقل، سجلنا له طبعا. يا سلام، شيخ هاشم كان بيعطر طابت بكثير من الغفشات والطرائف واللطائف. مره سمع احمد طيب، طبعا احمد طيب رجل له صوت رخيم وجميل خلاص، سمع كورك لانسان، يا فلان يا فلان يا فلان، قال لي تعال يا احمد تعال تعال يا ولد جاو، قال لي يا اخي ازيك انت ما يكورك مباشره للزول، ازيك انت يجي قريب للزول حتى يكلمه ويطلب منه حاجته. قال لي ليه يا شيخ، ليه يا عم الشيخ؟ قالوا لانه حسك ما بدسك. يا سلام، صوت مميز، صوت مميز، يمكن اميز صوت في طابت طبعا. انا ذاك يعني بتعرفه طوالي بيفضحك، صوتك بيفضحك يا ولدي. عشان كده قلنا انه هو دائما بيستعمر الاغنيات اللي بيأديها، يعني بيستعمر زي ما قال عبد اللطيف، بيستعمر الاغنيات استعمار كامل خلاص. ثاني ما بيقدر يقول يعني يدخل المستعمر يتعدى عليه او يدخل على هذه. هنالك في زمنه كان زمن الازدهار سموه نصطوت، يعني كشباب كده يقول لك زمن الازدهار هو زمن احمد طيب. ايوه، فواكبته بعض الفرق البسيطه. طيب نرقص لما نغيب لو سمحتي لي يا منو؟ اذكر يقول لك الشباب يعني بيقولوا لك الحفله لو باحمد طيب نرقص لما نغيب. وكان بود المبارك تبارك، وكان بتوم اخيرا. طيب اول كورس غنى معاه بعد ما هو انتقل من العود للريك، والريك طبعا فيه الحركه اللي هو برضه اشتهر بيها يعني. صحيح فعلا، نحن الواحد والله يخشى انه ذكر الاسماء، كل الناس احبابنا واخواننا يا سلام يا اخي، نخشى نذكر انسان او يسقط مننا احد سهوا تكون مشكله كبيره. لكن على اي حال اول كورس حسب كلام الاخ بشير الكتم، بمناسبه الاخ بشير الكتم يعتبر مرجع حقه من الرجال نجيبه معنا. ايوه هو موسى المقدم، سعيد احمد عبد الله، عوض عباس، بشرى كنب، ابراهيم قرض، و نور سليمان، ونور سليمان محمد عباس. محمد عباس ايضا ممكن توظيفه اي صح، دخل الله يرحمهم محمد عباس وعوض عباس الله يرحمه، ونور سليمان وموسى المقدم سليمان. طيب الوقت ذاك كيف كان شكل المجتمع الفني في طابت نفسه يا عماد؟ أنا طبعا أنا يعني من خلال السرد والحكاوي، لكن يعني زمان طابت طبعا عبد الباسط ده يمكن يكون عايش الحته دي يعني. يعني حفله في طابت بالرتينه طبعا قبل أيوه. الكهرباء يعني الكلام ده قبل 65 قبل ما تدخل الكهرباء طبعا، وزمن الشبال والعرض والرقيص ايوه والعرض وكده. وبعد ذاك الحفله الناس يعني حتى بيه فنانين انه يمشوا يقدموا البنات كلهم كلهم تدخلها بيتهم يعني بالرتين يعني زي ما في قمره وكذا، فالناس كلهم كانوا فنانين يعني يعني حس الحته دي مؤثره في طابت كلها يعني. اي حي في طابت اي شارع فيه فنانه وفنانين او ثلاثه يعني يعني تحضرني طرفه جميله جدا. المجتمع حول طابت يعني طابت طبعا هي المدينه حولها زي 99 قريه يعني مجلس وريفي طابت،
فناس الريف ديل بيقول لي يكون عندهم مناسبة طبعا بالليل يعني المناسبة تكون بعد ما يجهزوا أي هاي بيقول لك أمشي طابة جيب الفنان جيب أحمد الطيب لو ما لقيته جيب محمد المبارك لو ما لقيته جيب أولاد السجاري كم ما لقيتوهن في أي اثنين من الشارع يبون بيغنوا الغنى بالفطرة يعني إذا في طابة تفضل إذا طابة يمكن الفكرة دي تمثل حقيقة بوتها كبيرة جدا يعني كأنها نحن مرات هنا نحن طابة في الخرطوم بنسمي طابة الفردوس المفقود حنين لها لأنه بنحبها جدا وكأنما هي فردوس جنة مفقودة فعلا بالنسبة لنا لكن لئن رجعنا أو كما قال الشاعر نزار ها سنرجع أو سترجع يوما يا ولدي مهزوما ها مكسور الوجدان وستعرف بعد ضياع العمر أنك كنت تطارد خيط دخان نخشى من دي أنتوا ما يعني ما تخشوا من الموضوع ده أنا بأكد لك لو أنت رجعت طابت حتجي جاي معاك ديوان بتاع شعر نجمل بيه مرة تانية الساحة الفنية لكن الدورة دي مع الفنان عماد أحمد الطيب نرجع لكم نسمع غنية ترجعنا لطابت بجمالها وبالإبداع الموجود فيها أفتكر يعني نغني للطيب السماني وهي أغنية يمكن نالت شهرة كبيرة جدا وبعدين الناس كلهم يعني حفظوها يعني يمكن اسمها درتي الغاليه درتي الغاليه فدرتي الغاليه من 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 اجمل الاغاني اللي كتبت لانه فيها الجيره والحسب والنسب وفيها نار البين وفيها الفراق وهي فيها الاشواق اللي عاصفه باستاذنا عبد الباسط يعني وحنينه لطابت نعم نسمعها طيب نسمع درتي الغاليه تفضل Thank you.
لطيف والله مرحبا بكم من جديد مشاهدي شاشة قناة الشروق عبر غناوي وحكاوي. مرحبا بك مرة ثانية الفنان عماد أحمد الطيب أستاذنا عبد الباسط. وقبل الفاصل كنا نسمع في دورتي وقلنا حيسوقنا بها الحنين لطابت وللجمال وللإبداع الموجود واللي اختزلوا الراحل أحمد الطيب في عدد من الأغنيات. نحن بنتكلم عن شخصية متفردة بكل المقاييس. ولو تكلمنا عن الفن زي ما بدينا في الأول إنه هو كان متفرد فيه بدرجة عالية جدا، لكن برضو هو كان عنده مهارات تانية وكان هو لاعب كورة أكثر من مميز. دارين نعرف برضو سجله الكروي معك. ممتاز. كان أحمد طيب غير فعلا مواهبه متعددة جدا وكثيرة. وبالنسبة للسجل الكروي كان يلعب في خانة ستوبر في نادي العمال، وأنا شاهدته يعني وأنا صغير. طبعا انا اكبر من عماد، لذلك شاهدته وانا ناضي يعني بقدر اغيب. ايوه. يمتاز بجسم رياضي مكتمل، يعني لو كان انا ذاك جيل الهلال او المريخ كان ممكن يكون لاعب، ولعب مع ناس عمالقه سبحان الله، بس ما كان في اعلام. ناس عبد الله ود الحاجه، ناس بشير البدوي، ناس احمد ابراهيم من حلفايه كان سواق دوري الملك. نعم. لعب معه نتعود عباس، جلال الزكي، يعني صراحة منتخب والله كان أمره البرازيل الليلة. لكن هو لو كان مشى في الاتجاه بتاع الكرة ده نحن كانت حرمنا من جميل الأغنيات. سبحان الله. أيوه. يعني ربنا يعني أداه الاثنين زي ما يقولوا كفر ووتر. لكن الحقيقة هو ما مشى فيها كثير، يعني كحال كإخوانه جميعا آنذاك ما كان مشى في الكرة. فضل الغنى هو. فضل الغنى، والغنى مشى معه كويس جدا جدا وشق طريق كويس وخلق علاقات طيبة جدا جدا بالناس في جميع أنحاء السودان تقريبا. يعني يسافر الشرق الغرب ويجوا من وين وين، محلات بعيدة جدا بيأخذوه. وخلق بعد علاقات في العاصمة نفسها. من الحاجات الحلوة المهارات اللي عنده. أيوه. مهارة القدلة.
القدله. القدله دي ابرزها الشاعر الجاغريو. قال احمد طيب ده يجوب يسال من احمد طيب وين وين ما كان احمد طيب انا ماشي احضر شنو؟ احضر حفلته عشان يقول له الكلمه دي. كلمه شنو؟ يا ولدي اقدر لنا قدلتك خلينا نمشي. كان بيجي عشان القدله. نعم، فكان احمد طيب بيقضي القدله مع الاغنيه تمثل فيها روح سبحان الله، يعني روح فنيه ما عاديه. مع الايقاع يكون هناك بعيد شديد. حضور مسرحي يعني. نعم. حضور مسرحي غريب. أيوه. جدا، والكورس بعيد منه جدا على بعد قولي 30 40 متر 50 متر. الايقاع وماشي معهم بالضبط. نفس الايقاع كان جاء جغلو ذات مره يبحث عنه في نادي فلاح وقال له الراجل ده وين؟ لين احمد طيب وين؟ قال احمد طيب لين عيان ولا طالع شغل ماله؟ قالوا عنده برجم. احمد طيب برجم كبير في السن، فمشى كتب فيه عيان يا بلبل متى تصبح طيب؟ الناس في رجاك يا احمد طيب. سألت النادي قالوا لي متغيب، سألت الشواطي قال سألت الشوادن الشوادي الشوادي قالوا لي مو طيب، قالوا لي مو طيب، مو طيب. وروني عياهو قالوا جدري كذيب مرض البلابل للقماري يشيب. طبعا دي كتبها دي واحدة من الـ من الـ من الطرائف. طيب لو رجعنا لموضوع القدلة الفنان عماد، الريق واحد كان من أميز الناس، والوقت ذاك طبعا بيقولوا له الغنى الشعبي آنذاك بالمسمى ده، نتكلم برضو عن المهارة دي. نعم، هذه مدرسة سواء هو محمد أحمد عوض. أيوة. وعوض الجاك. هي مدرسة الغناء الشعبي اللي هي مرحلة ما بعد الحقيبة يعني، وهم اللي أسسوا اتحاد فن الغناء الشعبي. هو أسس مع فلاح برضو دار فلاح بعد ذاك. أحمد طيب كان يمتاز ب زي ما قال عبد الباسط ملكات ومواهب متعدده جدا. يعني اذا مسكت احمد طيب كده يعني في الشكل كده الجلابيه ذاتها عنده لها شكل يعني. يعني الناس بيلبسوا الجلابيه كم طويل كده عريض، هو لا بيصير انه الكم يكون يعني قليل قليل مسلوب، لانه هو ماسك الريق ما يظهر يعني باقي الجسم هنا. فدي من الحاجات يعني دي ما بلاحظها الا زول الفنان يعني. بعدين احسن من يعزف على الرق واحسن من يلف العمه. يعني لفه مميزه، دي حاجات مميزه جدا في احمد طيب، العمه والرق، والرق ذاته بيدقه بالقلب وبالعدل يعني الاتجاهين. غير كده لما يطرب شديد بيقوم بلف في الحفله. ايوه بيلف في الحفله حتى اللي هي القدله اللي هي دي القدله بيمشي حتى يعني يمكن يشي شبال يقول له البيت ما يقول لا عدي لي توبك كده صح يعني هو لاف يعني ممكن. و اذا ما عجبته الحفله ممكن يزوق يمشي يعني اذا في زول عكر صفاه ممكن يمشي. شنو الحاجات اللي كان بتعكر صفاه في الحفله؟ ما في ناس كان زمان طبعا بتلايقوا كده. انا مره شغال معه يعني حفلة كنت قال لي راح تم الكورس، يعني الكورس كان ناقص مشيت فاشتغل الفاصل الأول الحفلة ما عجبته صراحة يعني في واحدة من الغور هناك في الجزيرة، لأنه في ناس كانوا لايقين في النوع اللي بيمسك الجلابية وما داير طبعا الحياة، فقام قال لي خش علي في ما بنسى الأغنية الأولى، وأنا خشيت الأغنية كوبلي الأول والخشيت الثاني وما جاء والثاني لحد ما انتهت الاغنيه ما جاء، فعرفته بعد ذاك اضطريت اكمل الحفله يعني. هذه الحياه يعني طرائفه كثيره يعني. لكن الفنان عماد انت يعني شبهك به يعني حتى في الملامح خلي من الطابع الفني كبير، هل ناس البيت كلهم يعني مهتمين بالموضوع بتاع الفن وكلهم اصواتهم جميله كما صوتك وصوت الراحل؟ والله طبعا
عندنا اصوات جميله في البيت يعني بالتاكيد يعني. عادل الله يرحمه، عادل اخوي الاصغر مني طوالي الله يرحمه ممتاز بصوت جميل جدا واقرب من صوت يمكن للوالد. ايوه يعني رحمه الله عليه. وحتى طبعا عندنا عصام برضو طبعا. أيوة فنان يعني مشهور ومعروف يعني. اولادي يعني احمد ولدي انا بهنيه، وطبعا احمد ولدي طبعا نجح السنه دي، مبروك والله يهنيك. عندك عندنا حلاوه من طاقم برنامج غناوي وحكاوي، مبروك يا احمد والله شكرا لكم. وعادل برضو ولدي انا سميته على عادل، الاثنين عندهم ملكات الغناء. واخواتنا برضو عندهم حتى الجيل الثالث يعني الصوت حتى امي بالمناسبه صوتها جميل يعني. لكن امي مايله للمديح يعني اكثر. أنا أسرة فنية يعني. نعم نعم. طب أستاذ عبد الباسط برضو نحن دارين نتكلم عن إنه البيت اللي بيكون كل ناسه بتشبعوا بالإبداع ده معناها المرجعية في الأصل هي ثابتة وراسخة. نحن نتكلم عن الراحل أحمد الطيب. نعم تماما، فعلا المرجعية هي أصلا ثابتة ورسخة. الأخ المرحوم الراحل المقيم أحمد طيب. أيوه. لأنه أصلا أحمد طيب إنسان فنان في أي شيء، فنان في مشيته، فنان في لبسته، فنان في محادثته للناس، فنان في لما يطلع مسرح يغني، فنان في كل شيء. ولذلك أثر على البيت تأثير يعني شخصيته طاغية. أثر على البيت تأثير كامل، ومو على البيت، أثر على المجتمع طابت وريف طابت، بل وأخذ مسألة الخروج من مجتمع طابت لبرة لخارج طابت للوطن. طيب أصبح في ناس كثيرين جدا من مناطق بعيدة جدا جدا، أول ما تقول لهم أنا من طابت أو عندي علاقة بطابت تقول لك بتعرف أنا أحمد طيب. طبعا أحمد طيب نحن سمعناه في شرايط وشوفناه في حفلات في الأبيض ومش عارف هو السودان وفي وين، في كل السودان، في كل ولايات السودان. أي مشهور ومحبوب جدا الطيب، كل ما يدخل منطقة بيستعمر يقول بيفرض طوالي فنه. استعمر فنيا عشان ما داري مشاكل. استعمر فنيا طبعا فنيا، ومن ثم استعمر فنيا. الأسرة أصلا هي مجبولة على حب الطرب. ولذلك ما تستغربي أو ما بنجد صعوبة، ما بنستغرب إذا كان غنى فيها عادل أو غنى الله يرحمه أو غنى عصام أو غنى الأخ الكريم الفنان المتعلم ما شاء الله عليه الأخ عماد. ثم إنه أنا والدتي مرات بتمدح بقاوتي منطقة طابت دي، أي دول فيها أنا وحبوبتي كان بتخطني بتمدح المدايح النبوية بتلوليني بيها. طوال الحكاية دي أثرت علي تأثير مباشر لدرجة إنه معظم الألحان اللي لحنتها متأثر بها أصلا من ألحان جدتي اللي اصلا نقلتها من البيئه العامه في مشاعرات في طابت من شغل خاص بطابت. ولا انسى ان حبوبتها كانت شاعره، حبوبتها يعني اقصد ام حبوبتي كانت شاعره ما شبك النور يعني شكل الحياه. قالت شدوا لنا فوق الحافل زمن ذاك بيجيبوين بنات زمن الرحت وبرجعوا بين منطقه، لانه اصلا هون جمعيه بيرجعوا وين منطقة جبل أولي ياخذوا موسمون ثاني يرجعوا منطقة طابت وقعدوا في طابت أكثر. فقال شدوا لنا فوق الحافل وجه بين طالب السافل يا ربي الكريم ما قافل بنوت جمع رينا جافل. والملاحظ انه الناس ديل كلهم التعليم حقهم بس الخلوة محدود والخلوة من الناس الخلوة. طيب نرجع مرة ثانية للفنان عماد ونسمع واحدة من الأغنيات. طيب ام نفى البايل كلمات الاستاذ الطيب السلماني. Bye.
عطرك الهادي بين خدود نادية تعتب بنادي قبل ضاع صبري
شكرا عماد والفرقة الموسيقية المصاحبة. نرجع لواحدة من النقاط المهمة جدا، إنه هو ساهم في تأسيس اتحاد فن الغنى الشعبي، قبل تكلمنا عنها لكن مرينا فيها عرضا، فدارين نتكلم عن الفكرة جات من وين، شكل التنظيم وشكل إنه يكون عندهم كيان للغنى الشعبي في الوقت ده. الفكرة طبعا هم يعني أصلا الفنانين زمان كان في مدرمان في قهوة اسمها قهوة يوسف الفكي. فقهوة يوسف الفكي دي كل الفنانين كانوا بيتلموا فيها، يعني بيتفاكروا وبيتونسوا وبيتبادلوا حتى الأغنيات فيها. نعم. فمن قهوة يوسف الفكي جات طبعا اتحاد الفنانين، أصلا أو نقابة الفنانين في الوقت ذاك السودانيين كانت موجودة يعني أصلا، و يعني فكروا يعني احمد طيح واحمد عوض ومجموعه معاهم من الرواد، مريود احمد طه، عوض الجاح، وبادي احمد طيب، عوض الكريم، ابراهيم ادريس، مجموعه كبيره يعني اللي هم اسسوا اتحاد الغناء الشعبي، وحتى اجروا بيت، يعني انا افتكر البيت ده كان شمال سينما مدرمان، وانا صغير يعني مشيت للحته دي. أيوة. مع ابوي يعني كم مره، وقبل ما اتحاد الغناء الشعبي يجي مركز شباب درمان كان في شمال البسطه يعني شارع السينما، زمان سينما برمبل ولا اسمها شنو، يعني سينما درمان يعني. فحتى لما كونوا اتحاد الغناء الشعبي احمد فلاح او محمود فلاح حب يعمل دار برا ودار فلاح. فلاح يعني دي بقت دار فلاح لتطوير الاغنيه الشعبيه، اللي هو يعني دخلت عليها الات ثانيه موسيقيه يعني. طبعا هنا كان الريق والطبله سيد أساسيات الموقف. ايوه، لانه هم اللي كانوا بيعزفوا ذاته الريق، يعني ناس يعني عباقره، يعني احمد عواض، احمد الطيب، عوض الجاك، بادي احمد الطيب، يعني الريك آلة أساسية في الأداء وفي الألحان يعني في كده. فاللحن من عمل داره يعني لتطوير أغنية شعبية أضاف آلة المندولين. أيوة. جاء المندولين ودخل الباص جيتار، والألحان اتغيرت ذاتها، بقت ألحان خفيفة يعني حبايبي. أيوة. حلوين راقصة وكده. فطبعا تطور طبيعي يعني من الطنباره للحقيبه، جلس نشوف يا حالاتي لحد ما جات يعني نظره السمحه معجن بعديها، ومشت انت المجروح لحد ما وصلت ناس احمد الطيب الفتره دي، محمد احمد عوض، وبعدين طبعا جو ناس الغناء الحديث ديل طبعا، يعني بدأت من ناس ابراهيم فوجلي وحسين شندي. أيوة. وكذا، ونور الجيلاني، وديل كانوا اعضاء يعني اساسيين في فرقه فلاح. طيب استاذ عبد الباسط، دايرين نتكلم عن شكل التعامل الفني اللي جمعك به، وفي كم كان من القصائد لك؟ احمد طيب غنى لي، الله يرحمه اغفر له، غنى لي ثلاث اغاني اللي شفتها اللي سمعتها يعني، وهي دارت قوة الهوى وحنيني وشجر الأشواق. أيوة. حتى فوقنا الريد حقيقة أجاد إجادة يعني شيء مبالغ فيه، وأنا ذاتي شرفته أنا ذاك، وقلت يا جماعة ما دام غنى لي أحمد طيب معناه أنا زول مهم. لازم أغنى لي أحمد طيب ده هناك في طاولة، ده موضوع ثاني. وحفلة ما إحنا كنا بنجيها كنا في الطاشرات يعني، وعلى أواخر مشاريع العشرينات، وزايدين من العشرين شوية أو بدايتها، كنا بنطرب بدرجة أقول لك شو يعني، شيء ما تصوري وصلك، لأنه أحمد طيب بالنسبة لنا هو مفتاح الفرح. يكون مثلا في كورة بين الأهلي والعمال في ذاك اليوم، ويكون في حفلة غنائية أحمد طيب، نحن بنكون ذاك اليوم سعادتنا. لحظة بيئة كلها محدودة، وكل الناس بتعرفه، وكل الناس بتحاببه. طب دي بوتغة، فيها بوتغة بتاعت روح متكافئة من المحبة والمودة والوداد. لا يعرفون الكره
ما ما انا انا مما قمت صغير لما كبرت وتخرجت ومشيت الحمد لله سبب حظي في الدكتوراه لحد الان. انا ما شعرت اني في طرف كره او مدينه تكره او ترفض او تطلب، العكس كل الناس اللي بيجونا في طابت سبحان الله بيمشوا منها باكين لما ينقولون مدينه الجمال لا تعرف الكره، لا تعرف حقدا، مدينه فاضله صراحه والله. هم المدائن يعني نقول برضو شايفك عندك اسقاطات كثيره من الاسامي. نرجع لعماد نسمع اغنيه ونرجع لك مره ثانيه. حاضر نسمع اغنيه. طيب يعني انا بمناسبه الشاعر احمد المرحوم احمد محمد الشيخ الجغريو، نعم، وديكم من منطقته اغنيه غناها احمد طيب وهي للميدان مارقين سوا، اغنيه حماسيه تراثيه على ايقاع السيره. نسمع يعني من اغاني الغناء احمد طيب حفظها من الجغري وابدع فيها. نعم نسمع. ابدع فيها فعلا. ما تقال له المحل
شكرا الفنان عماد. ونحن على مشارف الختام دارين نلملم أطراف الكلام اللي ما بينتهي عن واحد من القامات والهامات الفنية الراحل أحمد الطيب، لكن في عجالة نتكلم عن سرعة البديهة. زمان الناس تكتب المفردة في نفس الوقت يا عماد وتغنيها في نفس الحفلة يعني. نعم، هذه العادة طبعا يعني كل شعراء أخذوها من شعراء الحقيبة يعني. وشاعر المجيد طبعا هو اللي بيتفاعل مع الحدث يعني يعني قريحته مع الحدث طوالي. نعم، كثير كل معظم الأغنيات دي طبعا بالثنائية ما بين الطيب السماني وبين أحمد الطيب موصولة يعني، موصولة بـ بـ بالأحداث اللي بتحصل اللحظية يعني. فكونوا في الحفلة عادة بتتكتب الأغنية بتتلحن بتتغنى في نفس لا يمكن مرات في تطلبها مرتين ثلاثة الناس تتغنى ثلاث مرات في الحفلة يعني. وحصلت كثير يعني من أغاني زي دي يعني سمح الخصال، وهي الطلعة، سحر سحر، قمير الأشرق سنة، عمره داب 16 سنة وكده يعني. ده كله كلام يتقال يتكتب ويتلحن ويتغنى في نفس الحفل. قدرة عالية على الحفظ. أيوة مبالغة. لا أحمد طيب طبعا كان يعني زي ما قال لك أستاذ عبد الباسط يعني بيتمتع بقدرة هائلة على الحفظ يعني. يمكن من حاجات الجميلة الطرائف أغنية جميل غاية غناها في الأول عثمان البطري يعني. عثمان غنى الأغنية واليوم ده كان يعني جامع الناس كده وما داير أحمد طيب يعرف الحكاية، داير يفاجئوا بها في الحفلة بالليل. ولما الكورس وفي بيتهم كده وبراحة كده متخفين يعني بيبرف فيها، أحمد طيب جا ماشي بالشارع سمع بالصدفة يعني البروفة دي، سمع البروفة قاعد كده تخدانه كده سمع كلها بشباك في الشارع. في واحد جاي ماشي في الشارع ناداه وقال لي خرج جوا عليك الله، قول لي يا سلام يا كده غني لي الأغنية دي تاني عليك الله، أغنية دي جميلة يا عثمان. خش جوا يا سلام يا عثمان غني لي أغنية دي، غناها المرة الثانية أحمد طيب كان حفيظه، كان في المرة الثانية كان حفيظه ومشى وبدأ بيع الحفلة بالليل. يعني البروفة راحت ساعي. فكذلك برضو يمكن عبد الواسط ده برضو حنيني ليش تضابط ولا الجيجاتي هاي برضو يعني برضو بنفس الطريقة هاي برضو يعني ولا سجاري يعني سجاري في عند هناك في ضابط برضو برضه عشان بنفس الطريقة جاء قاعد قال متلسم الدسو الدسو ما شو يعتبر البخيت مش كده هاي جاء متلسم وكده وقف الشباك كده وهو كان يعمل بروفة ها زي ما يشرفك بدأ بعد الحفلة برضو بكرة غناء تاني ما بيزول بغنية طبعا جدا ومخيف جدا وعنده قفشات كثيرة جدا في الحتة دي، قدرة عالية على الحفظ، قدرة ما هو طبيعية ذاتها يعني ده قدرة عالية جدا في ذكاء فني في حضور وفي أيام 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 ختان أولاده مدرسة فنية يعني أيام ختان أولاده أيام ختانكم أي برضو في ده كان مهرجان أنقول يعني والله كل الفنانين طبعا كانوا فيه كل السودانيين يعني ام درمان دي كلها جات طابت هناك سبع يوم اوريك عوض مهرجان عوض عوض الجاك محمد عوض عوض ده اسمه ده الكحلاوي كحلاوي صدق الكحلاوي نعم خلف الله حمد خلف الله حمد نعم باديه باديه عوض الكريم وابراهيم ادريس الزول درباس محمود علي الحاج عباره عن اقول لك شنو زي سوق عكاظ وطوال بس شفتي الاكل ده مدور والغنى مدور ده اللي غنوا بيجاي ده اللي غنوا بيجاي في نهايه نظموها بيقوا حفلات شغاله طوالي ما بيقولوا مثلا لا الحفله الساعه 8 ابدا الحفله تبدا من الصباح يمكن دي فيها ودي طلعت منها وريتها زمانك زمانك والهوى عوانك بتاع عوانك بتاع عوض الجاك عجبت احمد شديد وشاله كان احمد حافظ يعني سمع عن عوض الجاك حافظه فعوض الجاك قام طلب منه يغني زمانك طبعا احمد طيب ما كان قاعد يغني ايوه لانه كان الضيوف يعني لانه يعني دي الفنانين هنا في خاتينهم في ديوان جيراننا كله جيراننا اي ديوان كان فيه فرقه ايوه موزعينهم على الجيران فكان شغال ضيافه يعني وكذا مشغول يعني معي عوض الجاك قام اصر عليه وقال لي لازم تغني في طهور اولادك ديل ولازم تغني زمانك والهوى امانك احمد طيب لما غنى زمانك عوض الجاك قاعد يكورك يا عرب الحق والحريقه الحريقه قبتكم قبتكم الحفله كلها قامت جاري على الحفله الحفله كلها قامت جاري على القبه
يا اخي عرب قال لنا الحريقه في قلبي ده. فمين ديك طبعا يتنازل له عنها وثاني ما غنى قال ثاني ما في زول غنى ثاني ما زول زمانك يعقب احمد طيب عليه خلاص خلاص خليته طرفي مني انا ثاني. طيب الحزن كان كبير وخيم على على طابت وعلى كل السودان، وفي لحظة السودان كان كله يعني متدثر بالحزن والسواد، عشان كده جاء الرسائل احنا حنسمع استاذ عبد الباسط. شكرا يا استاذ، فعلا تلك الليلة كانت ليلة حزينة جدا، ليلة سوداء في تاريخ طابت، وانا من الناس الحاضرين طبعا. نعم. الوفاة وعماد كان في خرطوم جمع الجناز ونحن قاعدين حوشن ده كبير شديد اتمرق كله عن بكرة أبيه، ناس جالسين في الأرض ابكوا. جاء عباس دقوشين من برا، عباس أبويا ابكي بكا، بكى الناس كلهم عباس يوم ذاك. يلا قام أخونا البروح عبد اللطيف ده، وده من أسف من أحباب أحمد طيب جدا، يحبه جدا. نعم. وهذا الرجل رجل أديب ورقيق و يعمل الآن في جامعة أفريقيا العالمية، فكتب هذه الكلمات: يا رقيق يا طيب واسع الغفران يدنو ليك قريب، يا حلو النغمات يوم رحيلك شيب، كنت رائع موحي لزماننا مطيب، بيك طابت طابت في الزمان الطيب، قلتك وانغامك باقية في ناس جيلك، ومات قريب ده ومات قريب ده محمد في رحيل ورحيلك، يكون بيناتكم موعد انه تمشي ويجيلك، نحن لسه ايامنا عطيره من تعطيرك. هي مين يغني الجديه وبالشويد يصدح، ومين يترجم شوقنا النار وموقده بتقدح، يا حليلك انت كالبلابل تصدح ذكرى ايام مجدك، ناس فيابة بتجرح، ناس فيابة بتجرح، ناس فيابة بتجرح، ناس فيابة بتجرح، حارة فينا بتردح. شكرا جزيلا. ذكرى أمجاد وهي لسه موجودة وحاضرة وباقية، لطالما لسه الفنان عماد وأخوانه كل الأجيال الآن هي بتردد جميل أغنيات، وأنا سعدت جدا بوجودكم معنا. كنا نتمنى إنه الزمن يدينا عدد من المساحات و نستظل على هذه الواحة الكبيرة الوارفة الظلال بلبل طابة الغريدة الراحل أحمد الطيب خلف الله. شكرا أستاذنا عبد الباسط عبد العزيز الشاعر، واللي جمعتك حتى علاقات أكثر من إنسانية وعلاقات قربة مع الراحل المقيم. شكرا على وجودك. شكرا جزيلا، كتر خيركم وبارك الله فيكم، ولكم الشكر الجزيل على هذه اللفتة البارعة جدا التي يعني أعدت فيها لنا ذكريات، وأديتونا فرصة عشان نتكلم عن هذا الراحل المقيم إن شاء الله. وكذلك نرجو من الأخ عماد أن يواصل، لأنه الحمد لله رجل سلح نفسه بالدراسة والمعرفة والعلم، أن يواصل في بعث تراث أحمد طيب. أكيد في أغاني كثيرة جدا من أحمد طيب لسه عماد ما غناها، أكيد وفي أشياء كثيرة من أنا عماد ما غناها لسه برضه. حتخصونا بها حصريا ان شاء الله، ما عندنا اي مانع، احنا شروق عجبتنا والحقيقه مستعدين للتعامل معها قدر ما يكون وقدر ما تشوفوا انتم باذن الله، ما عندنا مانع. شكرا ابن الرحل الفنان عماد احمد الطيب، كتر خيرك على وجودك معنا. شكرا لك استاذه اسراء، وحقيقه احنا يعني متشكرين جدا على هذه لمسه الوفاء، واحمد الطيب يستحق اكثر من لمسه، و إن شاء الله يعني نجي في المرة القادمة ونقدم لكم الحياة الخفية زي ما قال الأستاذ عبد الباسط. في أشياء كثيرة جدا أحمد طيب ما ذكرت، ممكن يكونوا في متحدثين تانيين يعني أو معاصرين تانيين لأحمد طيب هم موجودين، وشكرا لكم كتر خيركم. شكرا مشاهدي شاشة قناة الشروق، الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة ولقاء جديد، لغاية الأسبوع الجاي في أمان الله.
صفاء، يا ولي الدم دم صفاء، ايوه بدرة